كلنا فوجئنا الايام اللي فاتت انه في انقطاع فجائي للكهرباء بلا نظام وغير منظم وبلا توعيه، والناس مش عارفه ايه اللي بيحصل. نتج عنه حاجات كتيره في منتهى السوق، تلف لاجهزه كهربائيه في البيوت. لسه بنقول نعم، لسه بنقول كلام حضرتك ده يا فندم. بالظبط، انقطاع في الميه نتيجه ان المواتير مش شغاله علشان تطلع الميه في الادوار العليا. بنتكلم عن المصاعد المتوقفه، كبار السن او الاعاقه، المرضى مش هيقدروا يطلعوا، فبيحصل انتظار ساعات. يعني الناس بتبقى واقفه في الشارع مش عارفه تطلع بيوتها، وفي بعض الاماكن حصل حرائق. الحقيقه يعني امر في منتهى السوق. لو عندنا مشكله زي ما وزير الكهرباء طلع وقال انه تخفيف احمال او في نقص للوقود، الامر ما هوش مفاجئ، وامر ارتفاع الكهرباء ده تمام، امر ما هوش جاي فجاه. ايوه، المفروض فيه ارصاد ويرصد امتى هيبقى فيه حراره عاليه وهنتعامل معاه ازاي. ده لو في خطه موضوعه، مش الدنيا ماشيه. ما هو الصيف ما بيجيش فجاه يا سياده النايب، الصيف ما بيجيش فجاه يعني. ايوه تمام، مع حضرتك. هي طبعا ما هياش مفاجاه. أيوة، يعني أيوة. بص، الارصاد دي بتقول الكلام ده قبليها، فالموضوع مفترض يبقى مترتب اكتر. وبقول دايما للمسؤولين عندكم 105 مليون مواطن يقدروا يفهمونا كويس ايه اللي بيحصل، فنتعاون بسرعه احسن. حضرتك من شويه بتقول في فقد كبير في الكهرباء، في المصالح الحكوميه اللي بنعدي ونشوفها بالليل منوره، في الشوارع اللي بتبقى منوره بالليل وبتطفي، بتنور الصبح وبتطفي بالليل. احنا محتاجين نبقى ايجابيين. هنبقى ايجابيين ازاي كشعب واذا كان المسؤولين منعزلين عننا في اختارنا بالحقائق بشفافيه، بان احنا نعمل ايه؟ يعني لو في مشكله هنتصرف ازاي؟ هنحل ازاي؟ شاركونا في هذا. احنا مش بتكلم كنائب، بتكلم كمواطن شعب. تمام. في ايضا حاجات حلول، معرفش ليه الحكومه ما بتلجاش ليها. يعني احنا عندنا ازمه في الكهرباء، ما هياش في الكهرباء بقى دلوقتي، بقت في الوقود على حسب تصريحات المسؤولين. طب ما دي ممكن تتكرر كل سنه. ايوه، ولا الوقود والغاز بيروحوا في حته. يعني محتاجين شفافيه، نبقى فاهمين. ايوه، ونفهم برضه ليه الحكومه مش بتشجع الطاقه الشمسيه. يعني الطاقه الشمسيه موجوده بكثافه هنقدر نعتمد عليها ونقلل مشاكلنا اللي بتحصل، بس دي عايزه رؤيه. ده احنا عندنا محطة بنبان يا باشمهندس إيهاب، أكبر محطة شمسية في العالم. مش مفروض في المحطات اللي زي دي تسند في المواقف اللي زي دي؟ في ضوء فهمي يعني كله مفروض يسند مع بعض. بس أيوه، أنا كمان بتكلم في إيه حضرتك؟ بتكلم إن إحنا بقى، إحنا دول العالم اتجهت حضرتك بتشجيع الطاقة الشمسية. الناس بتحطه في بيوتها، بيعتمدوا على الطاقة الشمسية في كثير من دول العالم، لكن أسعارها زي ما بيقولوا حنينة. لكن إحنا عندنا علشان تيجي تعمل تحول للطاقة الشمسية الأسعار مش حنينة، فبالتالي غالبية المصريين مش هيقدروا يلجأوا لده. فالدولة لازم تدرس إمكانية إنها تطرح هذه الوحدات الشتات الطاقة الشمسية بصورة أفضل، باستثمار أفضل مع شركات. أيوة، مع مستثمرين، ده وقتها تسهل لنا وتقلل لنا المشكلة مع الوقت.